إلى إبعاد الطفولة عن الألعاب الإلكترونية وإرجاعهم إلى الألعاب اللي تنمي روح الفريق الواحد وتبعد الأطفال من الانخراط في هذه الأمراض اللي قد تكون نتيجة الألعاب الإلكترونية مثل ما يشيرون أهل الاختصاص من أمراض التوحد وغيرها. هذول الأطفال من دور رعاية الأيتام، كذلك من الرياض المدرسية، من نواحي وقرى وأحياء النجف الأشرف. طبعا الأهل، كثير من الأهل يحاول أنه يبعد الابن أو يتخلص من عنده بطريقة معينة، بدأ وين يودي، يتجه نحو الموبايل، نحو الحاسوب، نحو هذا، ونحو الألعاب الإلكترونية. لكن هذا أثر بشكل سلبي على عقول الأطفال، على مستواهم الدراسي، على ذهنهم. كثير من الأطفال أصابوا بالتوحد، كثير من الأطفال أصابوا بأمراض نفسية، بدأت الترابط الأسري بين العوائل يقل نتيجة الإدمان على الألعاب الإلكترونية. وعلى الألعاب احنا نحاول من خلال هذا المهرجان ان نوجه اطفالنا نحو الاطلاع وممارسة الألعاب الرياضية، وكذلك التفكير الذهني، محاولة زجهم في دورات خاصة بوزارة الشباب والرياضة، محاولة ان نطلعهم من هذا الوسط اللي يعيشون به ودي يسيطر على عقولهم. طبعا المهرجان الاكبر في العراق، وصنعنا اكثر من 500 طائرة لرعاية الطفولة وتنميتهم بدنيا وثقافيا وابتعادهم عن الخطر والإدمان الألعاب الإلكترونية اللي موجودة. وكذلك طيارتي هي أحلى من اليوتيوب، أحلى من التلفاز، أحلى من الهيدفون، فلا تشير إلى الفراغ. لذلك ننميهم ونبتعدهم عن